متتبعي قناه شوف تي في، السلام عليكم. في بث مباشر جديد مباشره من مدينه تمارا. وقفه احتجاجيه كيقوموا بها تجار ديال سوق الجمله بمدينه تمارا. مجموعه من المطالب كيطالبوا بها الناس، يطالبون بحقوق مشروعه لنناضل من اجل كرامه التجار، كذلك العداله الاجتماعيه، العديد من الشعارات رافعين هاد الناس هادو، وكيقولوا انهم خاصهم الانصاف. الانصاف ماذا؟ كاين المشكل الاول اللي هو العشار. حسب ما يروج فان العشار في مدينه تمارا فهو الاغلى على المستوى الوطني. طالبوا الرئيس باش انه يخفض السعر ديال هاد العشار، ولكن كنظن على ان مابقاش ليهم مجيب، مابقاش كيسمع ليهم، مابقاش يبغي يحقق وينفذ المطالب ديالهم. هادشي اللي خلى ان التجار ديال هاد السوق او ديال هاد المارشي انهم يخرجوا ويحتجوا. ناقص الخطر يدق سوق الجمله، هذا عار، هذا عار، التاجر في خطر. نطالب مشاركه الجمعيه في لجنه التسعيره، يعني التسعير ديال الاسبوع، كتكون واحد اللجنه كيطالبوا باش انهم يكونوا طرف فيها، لان اكيد انهم خصهم يكونوا طرف لانهم هما الممثل ديال هاد التجار. فانتم كتشوفوا في احترام التباعد، الكمامه، شعارات سلميه، مطالب مشروعه يطالب بها التجار هادو. نتمنوا ان الناس المسؤوله يكون عندها اذان صاغيه تسمع لهم، لان الا حبس هذا المارشي هذا فراه مجموعه كبيره من الاسواق غادي تحبس. هذا المارشي هذا هو المصدر الاول والاخير للخضر والفواكه بعماله سخيره تمارا، ماشي غير عماله سخيره تمارا، انما حتى النواحي هنا بوزنيق بن سليمان بزاف ديال الناس كيجيو يتقداو من هذا المارشي هذا. لذلك وجب حل سريع باش هاد الناس يرجعوا يخدموا. سي نور الدين، كلمه اولى تكون من عندك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لشيف تي في الاخ انس المراسل ديالها. الوقفه احتجاجيه، هاد الاشاره هذيك كتعني عن الصمت، بانه حنا التجار ما كنعرفوش نتكلموا، ما كنتعرفوش نتحاوروا، ولهذا اضطرينا باش نديروا هاد الكمامات هادو على الشكل ديال كمامه عن الفم. كما تشار الى المطالب ديالنا، وهي اولا على راسها العشر، ثم مشاكل ديال الباب، ثالثا وهي بالنسبه لبزاف ديال الاناره، انعدام الاناره ديال اموري البصله. راسلنا جميع الجهات المعنيه، اليوم كنطالبوا السيد الوالي جهه الرباط قنيطره، وكنطالبوا بالسيد العامل عماله تسخير تمارا باش يحل لنا هذا المشكل هذا، لان ما عرفناش حنا رئيس المجلس البلدي علاش كيتغاضى عن سوق الجمله اللي ما بغاش. حنا ما باغين منه والو، حنا كنطالبوا الا الحوار، حنا كنطالبوا الحوار. هذا الرئيس علاش كيتهرب منا؟ واليوم الرباط كانت هي دايره غتوقف وحطات المطالب ديالها في البلاصه وتقبلات تمارا، علاش؟ وشكرا الاخ انس، شكرا شوف تي في على المواكبه ديالها، شكرا لك بزاف. شكرا. وباقى لنا عوده معك سي نور الدين، وباقي كتشوفوا هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي دايرين التجار ديال سوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه تمارا. ف غتكلم ايوا هذا هو تتا. اذا نجيو كتشوفوا الناس باقي واقفين، كل شيء واقف، ما يمكنش يخرج. اذا نتوما كتشوفوا سجي سالي الدري الاخر شكون؟ كبور كبور سكبور. نتوما من الناس المحتجين الان، مطالبكم مشروعه، ما كاين، ما تمش طاوله ديال الحوار والنقاش. شنو كتقولوا على هذه الوقفه اللي دايرين نتوما اليوم؟ وبالتالي اش غادي ندير؟ السلام عليكم ورحمه الله، تحيه داري للجميع. المطالب هي كتشوفوا فيها معلقه عند الاخوان، دير الكمامه لانه كيتلقاو اهانه من الاداره، حاسبيننا لنا ما قاريينش ما واعينش ما حتى حاجه. مطالب من الاساس ديالها العشر، العشر مرتفع بزاف،
بالمناسبه بالاسواق المجاوره. ثانيا المدخل ديال الباب السوق كاين عرقله الباب السوق، كاين عده اتاوات غير قانونيه، كاين بزاف ديال المشاكل بالباب. المشكل الثالث هو المراقبه الخارجيه، كاين سلع كتمر من الحقل للاسواق، جوطيات تما كتعشر موالو. مثلا بطاطا هاد الايام في الشارع جوج دراهم، كتبيع جوج دراهم، ليمون جوج دراهم، راه كاع الناس كيشوفو هادشي. هادي راه السلعة كدوز بدون عشار، بدون اداء التعشيرة. دابا السلعة اللي ما كيتعشرش عليها كتكون رخيصة. مثلا الناس كتاخد الليمون من الحقل بدراهم ونص، كيجيبها السيد المارشي ترونسبور العشار، كطلع ليه تقريبا بواحد جوج دراهم ونص. اما الاخر كيدوز ديرك الشارع كيبيع بجوج ونص، رابح ديك السعير، هذيك العشار وهذيك الشيء المسائل ديال الخدامه، هذاك الشيء هذا الشيء اللي كيربح. انتوما اللي واقف الاخر، انتوما اللي واقفين العصا، حنا اللي واقفين العصا. الساعه ديالكم كتبقى عندكم. مثلا السيد كيدي الليمون هنا بجوج دراهم ونص، كيمشي برا كيلقى حداه بيكوب تيغوت جوج دراهم ونص، هذا مشكل. السوق كيخوى، دابا الاغلبيه هربوا للحقول ولا كيشريو السلعه تما في الجمله وكيجي بها الجوطيه ديريكت. و هاد الوقفه غتستمر ان شاء الله، الا ما داروش معنا الحل غتكون ثلاث ايام ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق والله يسخر الامور. اذا كما سمعتوا ف هاد الوقفه هي مستمره، وانتم كتشوفوا يعني كاين مطالب مشروعه. كرامة صامدون من أجل حقنا، نناضل من أجل كرامة التجار وحقوق المهضومة. يعني عياو هاد الناس، عياو من أنهم يتكلموا. سي نور الدين شوف لنا اخويا الرئيس ديالكم باش يجي يعطي، راه عندنا البت ما بقاش تسناو حنا تيسالي. متتبعي قناه شوف تيفي، الناس اللي التحقوا بنا الان كنعاود نذكركم بانني كنتواجدوا بالسوق الجمله. عبد الله السلام عليكم. سبق علي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الاول من 15 يوم درتو وقفه اداريه، قالوا انهم غيفتحوا لكم الحوار حدود ساعه، ما تفتحش ذاك الحوار. شنو الخطوه المقبله والخطوه الحاليه وعلاش جات هذه الوقفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البقالي رئيس الجمعيه تجار سوق الجمله تمارا. كنشكر وسائل الاعلام على التغطيه هذه، وهذا سؤال كما طرحتيه عليا في حد ذاته راه سؤال مطروح على الصعيد الوطني. علاش هاد الناس ديال المجلس البلدي ما بغاوش يجلسوا معنا ويتحاوروا معنا في هاد النقاط وفي هاد المطالب مشروعه؟ حنا تجار، حنا اليوم كنقوموا بهاد الوقفه احتجاجيه بتكميم الافواه، لان كيقولوا بان الخضاره راه ما كيعرفوش يهضروا، ما عرفوش يتحاوروا، ما تعرفوش يتكلموا. فلهذا حنا مطالبنا كلها مكتوبه، ها هي مكتوبه معلقه عند عباد الله. المطالب مشروعه، درنا الوقفه الانذاريه الاولى ما استجبش معنا، دقينا على جميع البيبان المسؤولين باش يتكلموا مع الرئيس وعلى راسهم السيد الباشا ديال المدينه، اللي وعدنا بانه غادي يحدد معنا اجتماع مع الرئيس. فلهذا الرئيس رافض، ما عرفناه رافض، ما بغيناش بغاش يجلس معنا. حنا مطالبنا راه كتعرفها مولات، لا تخفى على احد، مطالب مشروعه، وهي المطلب الاول وهو الجمعيه تكون حاضره في لجنه التصعيره، لان التصعيره كدار
تدار ما بين الاداره والوكلاء، الوكلاء غيابهم اكثر من حضورهم، تياخذوا اثمنه من الباب، ما كيشوفوش التجار، ما كيشوفوش الجمعيه، ما كيشوفوش المعيار ديال الاثمنه. المطلب الثاني وهو اننا كنطلبوا اثمنه موازيه وتسعيره موازيه بحال الدار البيضاء، هذاك الشيء اللي كيدار في الدار البيضاء يديروه معنا حتى حنايا. المطلب الثالث هو ديك العرقله ديال الباب، اللي داخل يخلص واللي خارج يخلص، ما كنعرفوش علاش هذا الخلاص اللي كاين في الباب، وبدون رسوم، بدون رسم قانوني هذيك الخلاص اللي كاينه في الباب. والنقطه الرابعه الاخوان هو ان ديك المراقبه الخارجيه اللي كتكون على السلع ودوك المستودعات السريه ما تفعلاش، ما كاينه حتى شي لجنه مفعله عندنا في المارشي باش تقوم بديك المحاربه ديال الاسواق العشوائيه. القضيه ديال اللوجيستيك، وانا كنعيشوا هنايا مجموعه ديال الاكراهات، منها النظافه، منها الاناره، منها مجموعه ديال الحراسه، منها كل شيء. ونزيد نعطيك بعض الصور، نعطيك بعض الصور ديال السلعه اللي كتعشر وكتلاح. هذا الظلام، هذا الظلام كيضويو الناس بالظلام بالبوطه، مع ان البوطه كتشكل خطر كبير، يعني ان البوطه ومع ذلك كتشكل خطر كبير. مثلا الا حاجه وقعت شي حاجه لا قدر الله، راه كلشي كاين اللي داير طاقه شمسيه. نعم، نعم، المراسلات ديالكم كتكون بادله وثائق وصور كلها، عندنا رسائل وشكايات. والسلع كتخسر بسبب الامطار ولا الشمس، اللي كان اما الشتاء اما الشمس، السلع كتخسر. فلهذا كنناشدوا من هذه المنابر، وكنطالبوا السيد العامل، كنطالبوا السيد العامل باش يتدخل، وكنناشدوه عارفين بان ان شاء الله غادي يقوم بهذه العمليه هذه ديال التدخل، ويحل لنا هذا المشكل ديال التجار، لان هاد التجار كلهم من الساكنه ديال المدينه، وكلهم من الساكنه ديال المدن الصفيح. انا كنعيشوا، وهاد التجار كلهم تجار، ووراءهم مستخدمين، ودوك المستخدمين وراءهم عائلات. فلهذا كنطلبوا، ومقبلين على شهر ديال الغفران، فلهذا كنطلبوا السيد العامل انه يتدخل في هذه النقطه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. نتمنى ان يكون رسالتكم اذان صغير. متشبيه قناه شوف تيفي، نعيد ونذكر اننا كنتواجدوا بمدينه مارا، وبالضبط من السوق الجمله للخضر والفواكه، مجموعه كبيره من التجار ديال هذا السوق كتحتاج الان وكتفتح الحوار مع رئيس المجلس الجماعي، وكتقول لي بان التجار راه ماشي كسالى، ماشي مكل الخير، ماشي ما كيعرفوش يهضروا، وكتقول لي حنا واجدين اننا نناقشوا معك، وحطينا لك مجموعه من المراسلات حسب ما جاء في التصريح ديال الرئيس. وانتم كتشوفوا هاد المطالب اللي كيطالبوا بها هاد الناس هادو، فهي كيقولوا انها مشروعه ومن حقهم، لانهم كيخلصوا فلوس صحيحه، ومطلبهم مطلب واحد، العشر طاولات الحوار. وكما قال حتى السيد في النظافه، راه البلاصه اللي يكون فيها الناس فانا راه كلها وهذاك مشكل، هذاك مشكل بوحدو شورا هو ديال النظافه. علق لي علق لي. نعيد ونذكر بالمتتبعين والملتحقين بين الان، كنتواجدوا بسوق الجمله للخضر والفواكه، فمجموعه من التجار كيوقفوا الان، وغناخذوا احد التجار كذلك اللي باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن انتم الان واقفين يد وحده ومطلب واحد، تقدر تقول لنا شنو هو هذا المطلب؟ المطلب ديالنا احنا كتجار في هذا المارشي ديال سوق الجمله للخضر والفواكه في تمارق، المطلب الوحيد عندنا ثلاثه المطالب. المطلب الاول وهو على راسهم العشار، التسعيره لا يرتلى، التسعيره غاليه بزاف ديال العشار ديال الخضر، كياخذوا التسعيره الغاليه هي اللي كتقيد لنا في العشار.
وثانيا عرقلة الباب في الباب في الباب, في الباب عرقلة السير في الباب، وثالثا التغطية. نحن نتواجد جاء 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 جا الشمس احنا فيها، جاء الشمس الشتاء احنا فيها، ومع ذلك ما كاين حتى شي لا نظافه لا حاجه، والسلع كتخسر بسبب هاد الشيء، والعشار السلعه ديال برا اللي كتباع على برا كدوز بدون عشار، كدوز ملايين، وحنا كنخلصوا العشار وما كيدوزوا عند الناس الباعة اللي في المتاجر يبيعوا يهرسوهم، وحنا ما حنا سلعتنا كتلاح كتخسر هنا في المارش، ومع ذلك حنا كنخلصوا اغلى عشار اغلى عشار، وما كايناش المراقبه الخارجيه لبرا باش تراقب الناس اللي كتهرب السلع من برا تدوز على طريق نيشان ما تدوز لها وكلاو. ونحن نطالب بحقنا، كل ما التجار كتشوفوا هنا راه كلهم مضرورين ماشي غير واحد، كل ما التجار اكثر من 100 تاجر هما اللي مولين هذا المارشي، كل شيء مضرورين كلهم شي واحد اي واحد عيطت عليه غادي يبقى يشكي بان راه مضرور اي واحد. انا تاجر، هذا التاجر الاخر هو غيهضر معكم هو. بسم الله. واخا استاذ وحال اليوم انا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، كنشكركم. دابا كنشوفوا واحد الكلمه قالها السي البقالي، هو ان الرئيس ديال المجلس اول حاجه رافض الحوار معكم رفضا تاما، وكيقول بانكم ما كتعرفوش تهضروا ياك، شنو السبب اللي خلاه يقول هذا؟ السلام عليكم. بعدا اولا كنشكروا شو تي في على هذه الفرصه اللي تحت لينا. حنا ملي جينا طلبنا ثلاثه المسائل، طلبنا الامن وطلبنا العشار وطلبنا باش نحاربوا الناس اللي برا. الحاجه الوحيده اللي تحققنا وكنشكروه من هذا المنبر هو السيد ولي ولايه الامن ديال سخيره تماره، هو اللي استطاع يوفر لنا الامن في الدار في 12 ساعه. اما شي واحد اخر ما كاينش اللي جلس معنا ولا فتح معنا الموضوع ولا عرف شنو دارنا، منهم السيد المسؤول الكبير على هذا المارشي وهو رئيس مجلس البلدي. السيد رئيس مجلس البلدي يعني هو كيحسب راسه فوق القانون فوق الجميع. اما شي حاجه اخرى اللي تلقينا من هذا السيد ولا دار شي لجنه باش تخرج برا وتشوف ان الناس دايره الباق وكتبرح كتبيع سلعه بيكوبات بالباق، كتعيط بطاطا 2 دراهم ليمون 2 دراهم برا، ولا حنا كنخلصوا العشر وهاد الناس كيخرجوا السلعه برا كيبيعوها بلا عشر. النقطة الثالثة هي الفوضى اللي كاينة، الناس هنا كتاخذ فلوس دون ما كاينش شي توصيل ولا شي وثيقة ولا شي حاجة كتثبت بأنك خلصتي واحد الثمن، خلصتي شي حاجة، يعني الفوضى يمكن نقولوا العربية تعرف الخطفة، عرفتي شنو هي الخطفة؟ وهي الخطفة راه كاينة هنا في هذا المارشي. لا العشر كناخذ عليه، لا اسمح لي، العشر كناخذ عليه توصيل، ولكن شي حوايج أخرين في الباب كيتخاضوا بدون توصيل. ما كاينش حوايج كيتخاضوا بدون توصيل، خاصنا نعرفوا هاد الفلوس فين كتمشي. انتوما مجبرين انكم تعطيو دوك الفلوس؟ لا ماشي احنا ماشي اللي كنعطيهم، كيعطيهم الناس اللي كيجيو يتقداو، التجار هما اللي كيعنيو هاد الشيء. شحال من واحد دابا راه ما بقاش كيجي يتقداو من هاد المارشي، علاش؟ انت واقف عند الكاميو كتخوي السلعه كيوقف عليك واحد يقول لك اعطيني الفلوس، كتخرج الباب كيقول لك واحد اعطيني فلوس، واش هاد الفوضى كاينه في شي مارشي؟ واش كاين شي مارشي فيه العشش؟ ومشي تشوف البصله الناس دايره العشش، ناس حاطه 40 مليون ديال السلعه كتذوب بالشبشب والخماج وكطلعوا دايرين البوطه، مارشي مدخل جوج الملاير وما مفرينش الناس حتى الكهرباء. هادشي راه هادشي الى جا هاد السيد المسؤول وشاف بعينيه هادشي، راه ما كيشوفش ما كيراقبش، خاصو يجي يشوف الوضع، يشوف الازبال، يشوف الفوضى. راه الناس راه وصلت لواحد الحاله لا يرثى لها، الناس راه غرقات كريديات. واش انا منتج؟ انا راه تاجر كنبيع السلعه على 2 دريال ولا ريال، كيحسبوا لي 10 دراهم في الحاجه. نعطيك مثال، البانر كيدخل من برا كيتعشر في الديوانة، كيتعشر في الدار في المارشي ديال الدار البيضاء، كيجي لهاد المارشي هنا كيتعشر. الكارطون ديال البانر كتخلص عليه 15 درهم، هذا لا يعقل. السلعه داخله ب 6 دراهم ولا ب 5 درهم. هادشي اللي كيخلي السلعه تغلى في هادشي. هادشي اللي كيخلي الناس كيشتري تغلى في المارشي ديال تماره، راه المغلى ما كاينش، راه السلعه خارجه ب 6 دراهم وصلت 5 درهم بسبب العشر، واش كاين شي سلعه كتعشر ثلاثه المرات وتخلص الجمارك وتخلص الدار البيضاء وتخلص هنا في هذا المارشي؟ راه لا يعقل هادشي. خاص الانسان اللي يجي مثلا مقادي السلعه من الدار البيضاء راه يجي مع الفاكتوره يدير له واحد الثمن رمزي. انا مشارجي السلعه مثلا ب 10 دراهم من برا كنبيعها على 30 فرانك، خاصهم يديروا لي هذيك 30 فرانك، راه انا ماشي منتج، انا كنترزق ريال ولا 2 ريال باش ندير في هادشي. وهذه هي المطالب ديالنا، ما تنطلبوش شي حاجه كبيره وحنا ضد شي واحد ولا حنا ما ضد حتى واحد، حنا مع القانون. هو كنقولوا النقطه النابضه في المدينه هو هذا. راه هادشي هذا انا كنهضر معاك كتعيش معايا اكثر من 40 عائله، نبدا لك من الخدامه اللي كيخدموا معايا برا، 15 اسره كتخدم معايا برا، ثلاثه الخدامه رسميين هنا، ونزيدك مول الخاوي ونزيدك مول الكاروسه ونزيدك مول الهوندا ونزيدك السيد اللي كيسقط الخضره برا. هاد الناس راه ما كيعرفوش هادشي، بان لو وقفت انا غتوقف واحد العجله ديال 40 اسره كتعيش معايا.
وتحيه لهاد الناس اللي متضامنين معنا والناس ديال الجمعيه وكنشكرهم كاملين. وعاش الملك. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. حد عندك خيط خيط متشبيق. انا شفت كنا معكم مباشره من مدينه تمارا بالضبط من سوق الجمله للخضر الفواكه. على امل اللقاء بكم في قادم الاحداث. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.